بس لو سيبنا الموضوع ده الراجل هنفضل عزاب على طول. من يومه متجوز شغله بيكتب أغاني عن الحب. تخيلوا الحب اللي ما جربوش ولا حتى عنده فكرة عنه. للعلم هو ذكي جدا زي البني أدمين، وممكن نقول إن راجي صاحبي راجل لطيف وظريف، ومش لاقي أي سبب من الأسباب ما يخليهوش يتجوز واحدة حلوة. بس أنا صممت أدبسه وأجوزه. هو طبعا الكلاب ما تقدرش تحكم على الجمال الإنساني، بس أنا مخطط الحكاية دي كويس قوي. سلالة غريبة مش طبيعية. طبعا لا، ايه ده، ايه اللي انا شايفه ده؟ جوز ماركت شبر وقطع. لا اهو كده، اهو كده، ولا بلاش، ده اللي احب اشوف. بس ده يمكن متدلع شوية. فعلا متدلع. كركوبة، كتكوتة، دي مشكلة، مشكلة عويصة. اهو ده اللي يشرح القلب. الجمال كله بيتمخطر على اربع رجلين. لو بس البنت كمان. هايل، تاوس هي كمان. انا مش مصدق عينيا، ده جمال لا شفته ولا هشوفه حتى لو دورت 100 سنة. دول رايحين الجنينة، احسن مكان للتعارف، مش لازم اضيع الفرصة دي. يوهو، راجي عمره ما بيبطل قبل الساعة 5 كده، هيضيعني. دي عدت 5. عايز اظبط. خلاص يا بنجر، خلاص يا ولد. بنجر، ايه ضمال مستعجل كده ليه؟ بنجر بالراحة عليا. في الأول كنت خايف ما نلاقيهمش، أو جايز ما يقعدوش في الجنينة، وفجأة لمحتهم. رب صدفة خير من 1000 معاد. بس أنا مقدرش أعتمد على راجي، أصله لبخة قوي، بالكتير كان هيقعد على الحشيش يشرب بايب ودمته. لا، أنا هتصرف بنفسي. صحيح في الأول ما كانش عندي خطة معينة، لكن مفيش مانع إن الواحد يشد انتباههم بأي طريقة. بنجر تعال هنا يا واد يا شقي. كفاية كفاية بقى بنجر. بنجر اهو كده، الشغل ولا بلاش، على الاقل هيشوفوا بعض. السنارة كده هتغمز. ايه ده، من غير اي سبب مشيوا. تعال هنا يا واد يا عفريت،
لازم اروحك. وانا لا يمكن هيأس، ما هو لازم يقابلوا بعض بالذوق او بالعافيه. لا مؤاخذه، انا اسف، غصب عني، سامحيني. بقول لك خلاص كفايه بقى. اسف. بقى ده اسمه كلام؟ بقى كده هدومي الجديدة والبرنيتة كمان. أنا آسف جدا. إيه اللي ممكن أعمله؟ أنا في غاية الخجل. أنا مش عارف إيه اللي حصل له ده. حقك عليا، ده عمره ما اتصرف بالشكل ده. حصل خير، حصل خير. أرجوك مع السلامة، وكفاية اللي عملته. أرجوك. اتفضلي، خدي منديل. هل تعد بأن تحبها وتضمن راحتها وتحترمها وتلازمها في الصحة والمرض وأن ترعاها طيلة حياتكما معا؟ نعم. في أول 6 شهور كنا ساكنين في بيت صغير قريب من الجنينة، مكان بسيط وصغير بس مناسب للعرسان في بداية حياتهم. بهيرة حبيبتي، أنت كويسة؟ بتوحم ووايدة كاملة لك البيت ده كله كلاب شبهك. دي ناني، طباخة ومديرة بيت ممتازة، طيبة وروحها حلوة. عارفين ساعات بحس إنها قريبتي. راجي حبيبي، شايقه انا نازل حالا. دي رم دا دا دي دا رم دا 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 دي الغنوة الجديدة. كلام هيهوس. اللحن اولا يا روحي وبعدين الكلام. يا بنجر، دي هي الست الشريرة. اوه، اكيد دي رويلا. معقول دي كانت زميلتك في المدرسة؟ رويلا درفيل، هي دي رويلا درفيل. غوريلا مغل، دايما ادمها نحس، دمها يعل. يا راجل، الدنيا لو عسل تقلبها خل. رويلا غوريلا، رضع غلاسه ومفطومه غل. راجي بس، رويلا غوريلا مغل. دخليها يا ناني. أنيسة حبيبتي، ازيك؟ بائسة ويائسة وتعيسة كالعادة. راحوا فين؟ هم راحوا فين؟ أرجوك تقولي لي هم فين. مين يا رويلا؟ أنا مش عارف. الكلاب الصغيرين. ريحي قلبي، فين الكلاب الصغيرة؟ مش ممكن قبل 3 أسابيع، دول لسه ما تولدوش يا رويلا. أنيسة طول عمرك متخلفة. تعال هنا يا كلب، بقولك تعالى تعالى. رويلا، البلطو اللي عليكي فرو. فرو طبيعي حبيبتي، أنا بعشق الفرو، بموت في الفرو. وريني كده ست في الدنيا دي ما بتحبش الفرو. أحبه.
بحب ان يكون عندي فارو، بس الفارو مش كل حاجة. طول عمري قنوع يا أنيسة. انا عارفة عارفة انتهت احلامك في البيت الصغير ده. وردة ان راجل فقير ده يبقى فارس احلامك. يا رويلا، هو اقتنعتي بقى عندك شوية كلاب منقطين؟ ايوه عاجبك البالتو الفروي الجميل ده؟ تاخدي شاي يا رويلا؟ لازم امشي يا حبيبتي، بس امتى كلبتكم حتولد؟ بيبلغيني. طبعا يا رويلا. ما تنسيش انت وعدتيني اشوفك بعد 3 اسابيع. باي حبيبتي. تشوف رويلا من النظرة الاولى، تقول شيطان تتقلب غولة. بص في عينيها الخطر فيها، ساعتها راح تفهم الفولة. مفيش منك فايدة. دي شكلها يغيز، صوتها كالمعيز، فوق كده طويلة لا وهبيلة. العالم لذيذ لو يرتاح من رويلا غوريلا مغل. راجي انت ما حصلتش. بهيرة شطانتي، مش هتجيبها البر دي طمعانة في ولادنا اللي لسه مجوش. لا ما تقلقيش، طب ولديهم بس وشوفي هعمل ايه في اللي هاو بناحيتهم. بس هي عاوزاهم ليه؟ دي مش ممكن تعرف تحبهم. يا بانجر، انا كنت فرحانة قوي في الاول، لكن دلوقتي اتمنى لو ما كناش هنخلف. مسكينة بهيرة، طبعا مش بإيديها، كلابنا الصغيرة صممت تشرف في ليلة مزعببة من شهر أكتوبر. اجمد يا ولد. القطائر وصلوا، الكلاب وصلت. كام؟ 8. 8؟ ايه يا واد يا بنجر الحلاوة دي كلها؟ 10. 11. 11؟ 11 يا بنجر يا مفتري. لحظة واحدة. 13. لا 14. 15. 15. والأم ساعتها بومبي يا حبيبي. يا عيني على حظك. 15 كلب يا واد يا بنجر يا متمكن، هايل، عيني عليك بردة. 14 بس، واحد مات. يا عيني يا مسكين. معلش يا بنجر، ده قدرك، شد حيلك. لكن ايه ده؟ بص يا بنجر، أنيسة، ناني، 15، احنا لسه عندنا 15. يا راجي ردت فيه الروح، احمدك يا رب. بصوا صحته زي البوم،
تتصور يا راجل 15 كلب صغنن. 15؟ 15 كلب؟ ايه الجمال ده، شيء عظيم جميل جدا. يا ايه اللي انا شايفاه، دول مش منقطين، شكلهم عامل زي الفران البيض ده. يا دول مش فران، لسه النقط هتظهر، استني وهتشوفي. فعلا يا رويلا، نقط هتظهر بعد كام اسبوع. اه حلو قوي، في الحاله دي هاخدهم كلهم، كل الخلفه. قولي عاوزه كام. انا خايفه لا تعود عليهم، مسكينه بهيره قلبها هينكسر. انيسه ما تبقيش عبيطه، انت ما تقدريش تربي العدد ده، انت بالعافيه تقدري توكلي نفسك. انا متاكده اننا نقدر. عارفه. انا عارفه الراجي. اغاني راجي. كفايه بقى الكلام الفارغ ده، انا هدفع ضعف الثمن اللي استحقوه. علم مقرف، علم زفت زفت، علم زفت. انت الكلاب دي تقدر تستغنى عن امها اسبوعين ثلاثه؟ لا يمكن. ايه؟ احنا مش هنبيع ولا كلب من الكلاب دول، ولا كلب، انت فاهمه؟ انيسه هو بيتكلم جد، هو بيقول ايه راجي يا رويلا؟ باين عليه. باين عليه بيهزر. لا 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 لا، انا ما بهزرش، ومش هتاخدي ولا واحد، وده اخر كلام. انت باين عليك متخلف، انت ماشي اهم عندك، بلهم واشرب ميتهم. انا بحذرك يا انيسة، من دلوقتي بعلن عليكم الحرب، هاخد اللي انا عاوزاه، بكره تندموا يا اغبيه يا عبيط. يا سلام يا راجي، كنت هايل يا حبيبي. ده موقف بطولي، موقف تاريخي، كنت بطل. بهيرة، بهيرة حبيبتي، خلاص محدش هياخد مننا الأولاد ولا واحد منهم. صاحبي راجي طرد الست الشريرة، قال لها بره يا بهيرة، ومشت. ومشت للأبد. آه يا بانجر. حصل حرامي الحسينه الوحش ده. راجع باشا هو احسن كلب في كل الدنيا، ده احسن من بابا نفسه. مفيش كلب احسن من بابا. هو يعمل ايه يا بابا؟ استني وهنشوف. ها بص بيهرب ازاي الجبان ده، المغفل الغبي العجوز المعفن العبيط الحرامي. انا نفسي اطلع مصيرينه في ايديا. ليه كده يا ابني؟ سمعت الكلام ده فين؟ مش معقول تكون سمعته من أمك. خلي بالك يا رعد، ما تخافش هيمسك المجرم يحصله. هيمسكه خلاص. انزل لتحت شوية يا لكيك، مش شايفين منك. ماما خليه ينزل تحت. تعال هنا تحت يا حبيبي. فلت منه، ما قدرش يمسكه. انا جعان يا ماما، انا جعان. ايه يا حبيبي، انت لسه متعشي. بس انا لسه جعان، جعان قوي، ده انا اقدر اكل فيل بحالي. اهو هناك كره صخره. يا خبر، ده ضرب رعد بالنار. ما جاتش فيه، رعد العجوز بيمثل متهيألي. زي ما قلتلكم دي واحدة من ألعيبه. لكيك انزل لتحت. يا
أنا جعان يا ماما، أنا فعلا جعان. احرصوا على مشاهدة حلقة الأسبوع القادم، تفتكروا مين يكسب؟ رعد هو اللي هيكسب. وبمناسبة الكلام عن الأبطال، مقرمشات كانن هي أحسن بسكويت للكلاب. بهيرة، متهيال الأولاد لازم يناموا إذا كنا هننخاه رهجيم. عايزين نتمشى يا ماما. ممكن يا ماما، عمرنا ما خرجنا معاك. يلا يا أولاد معاد النوم. بس احنا مش جايين نوم خالص، عايزين نخرج نتمشى في الجنينة. ممكن يا بابا؟ من الأحسن تسمعوا كلام ماما. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13. أنا مش 13، أنا جعان. 14. افتكروا يا أصدقاء، ابعتوا خمسة. طيب يا لكي يا متشرد، يلا بينا. هم يا الراش دول رايحين يتمشوا. يا سلام، جوز غليل يهوسوا، هيوصلوا لحد نص شارع جوني وبعدين يكسروا على الجنينة. انا مش عجباني الشغلة دي يا كاسبر، ودي اخر مرة، وبعدين حرم المفاتيح. يا قال يا الراش، دي فيها هبرة جامدة. ايوه بس انا كنت بفكر. بتفكر؟ مش عاوزك تفكر، وبحذرك من التفكير. وعقل، خلينا نخلص من الشغلانة دي. ده مفيش حد في البيت غير الطباخة العجوزة، ودي سيبها لي أنا، هتصرف معاها بطريقة دبلوماسية. أيوة بس أنا برضو مش عجباني الشغلانة دي. وبعدين معاك يا بعضي، نام بقى. يلا يا قطعيد، غمضوا عليكوا الصغيرة. برافو، انت كلب شاطر. يا ترى مين بيخبط؟ مساء الخير يا مدام، احنا جينا عشان نفتش على اسلاك الكهرباء والتوصيلات. احنا من شركة الغاز. الكهرباء. ما شركة الكهرباء. بس احنا ما طلبناش حد يجي يصلح. ايوه عارف يا مدام، اصل في قانون جديد اصدره البرلمان للدفاع عن الدوله، قانون 104 ماده 29، ده مهم جدا، ده قانون عشان سلامتك يا مدام. ما يهمنيش برلمان ولا دوله ولا الكلام اللي بتقوله. وانتوا مش هتدخلوا هنا، والبي والهانم مش هنا. طب اخلع انت من الموضوع ده، ورانا شغل لازم نخلصه. بعد اذنك. ايه حكايتك انت وهو؟ انتوا طرش، قلت لكم انتوش داخلين. دي باين عليها تعصلك معانا. ازاي تتجرأ وتطلع فوق انت يا ابو رجلين طويلة؟ اذا ما خرجتوش من البيت ده حالا، انا هطلب البوليس. اتفضلوا من غير مطرود. انت يا عرسة، انت اللي اكبرتين على كده. ما كانش قدامي الا الطريقة دي. ليه؟ انا ما كنتش هستنى معاك هنا، حتى لو عزمتيني على واحد شاي. هراش اسمع، انا حاسس ان محدش عايزنا هنا. لم الحاجة عشان نكت وتحرك بسرعة. طلعوني من هنا، الحقوني، انا هطلب البوليس. على خير يا بطة، باي باي. انا هخرب بيت شركة الكهرباء اللي مشغلة بلطجية. دول مش بس بلطجية، دول حرامية. راهن انهم اكيد سرقوا الفضيات. دول لازم خدوا. الكلاب اختفت. باتش لاكيك، قول لا، اخدوا الكلاب. يا بصدي اعمل ايه؟ الحرامية سرقوا الكلاب. يا بوليس الحقوني، حد يلحق.
الكلاب. يا تصور 15 كلب اتسرقوا. يا حبايب قلبي أنيسة وبيتهوفن بتاعها يا أبو بايب يا راجي انت عبيد. ألو كاسبر، كاسبر انت مغفل، ازاي تطلبني هنا؟ احنا مش طالبينك عياقة، احنا عاوزين فلوسنا. هنقسم، هنقسم بالنص ولا مليم لحد الشغلانة ما تخلص. كاسبر انتوا فاهمين؟ كاسبر ده كل حاجة مشهورة في الجرايد وبالصورة كمان. سيبك من الجرايد، بكرة كله يتنسي. كلامها مش عاجبنا يا كاسبر. بس يعني لازم. لا لا مش قصدي، الكلام مش ليك الهراش. تبعين عليك حبيت. دول بتوع اسكتلاند يارد، جايز وصلوا الحاجة. اهلا، مين حضرة مفاتش؟ انيسة موجودة؟ مين؟ انيسة. تليفون ليكي. الو انيسة حبيبتي، اهلا يا رويلا. ايه الاخبار الوحشة دي اللي في الجرايد؟ انا مش قادر اصدق. فعلا يا رويلا كانت صدمة. هي بتكلم ليه؟ عايزة تعترف؟ راجي من فضلك، دي ست خبيثة جدا. ايوة احنا مسكتناش. بلغتوا البوليس؟ ايوة احنا بلغنا البوليس، بس انا خايفه. هما فين يا مغفل؟ انيسه اسفه يا رويلا. ايوه اذا جدت اخبار هبلغك. شكرا يا رويلا. راجي انا معاك انها مجنونه بس مش حراميه. على العموم بالنسبه لي هي المتهمه الاولى. على كل حال البوليس عمل عليها تحريات، عايز ايه تاني؟ يا حبيبتي انا مش عارف، راسي من رجليا. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بهيرة يظهر محدش هيحلها غيرنا. ليه يا بانجر؟ مفيش اي امل؟ ايوه فيه الامل، في الهوهوة. بتقول الهوهوة؟ هوهوة ايه؟ دي مجرد اشاعة يا حبيبتي، دي اسرع طريقة لنقل الاخبار، واذا كانوا كلابنا في اي مكان كلاب لندن هيبلغونا. الليلة لما نخرج هنبعت رسالة لكل أصحابنا. محدش برا الليلة دي، الدنيا برد قوي. لازم نحاول يا بهيرة. بهيرة حظنا حلو، ده صوت الكلب داني في هامستيد. بانجر اهدى، انت ناوي تصحي كل الجيران؟ اهدى امال يا بانجر. يلا يا بهيرة يلا بينا. وبانجر كفاية عبط. بانجر وبعدين معاك، يلا نروح. ده بانجر من ريجنس بارك، ده تحذير للكلاب. الحكاية دي وبيقول ايه؟ قول يا داني، قول قول ما تقول. استنى استنى شوية. شوف يا سيدي، ده موضوع. ايه يا داني موضوع ايه؟ 15 كلب ملقط اتسرقوا. يا ترى بلغوا البوليس ولا سكوتلاند يارد؟ البشر غلب حمرهم والدور علينا يا كلاب، اديها اشارة او هوا. انا حبعت انذار. لا تعالي هنا.
الصبر الصبر. الموضوع كبير قوي يا لوسي، جاي من لندن. مش معقول 15 كلب اتسرقوا. ما فيش هنا كلاب صغيره من ايام ميلي ما ولدت، ولادها خلاص كبروا. المفروض نبعت الرساله حالا. انا لازم اتصل بالزعيم، هو اللي نقدر نوصل له الرساله. مش هتعرف توصل له دلوقتي. انا هحاول، هاوهو طول الليل اذا احتاج الامر. زي صوت طاوزر العجوز ده. انذار يا رقيب، رقيب تب. انا بقول يا رقيب. في ايه يا قبطان؟ اشارة هوهوة، ده انذار، بلغ الزعيم فورا. حالا يا فندم حالا. يا زعيم، يا سيادة الزعيم، يا فندم، يا فندم. ايه ايه في ايه؟ الرقيب تبني يا فندم. تبن رقيب تبن. تمام يا فندم. يا فندم جاي صحيح عشان تقول لي يا فندم ايه اللي جابك بالليل في ساعة زي دي؟ اصل يا فندم استنى تبني، سامع؟ ده صوت انذار. فعلا يا فندم. الاحسن ناخد بالنا منه. تبن للامام سر. حالا يا فندم حالا. ده صوت طاوزر العجوز يا فندم. يا سلام فعلا. لازم اشوف عايز ايه. ده الزعيم الكلب العجوز. عايز يعرف الرساله. الاحسن تعلي صوتك وتوضحه والا مش هيسمع. هوهوة طويله، اتنين قصيرين، واحده يب واحده وف. اتنين يب يا فندم. بتقول ايه الرساله يا زعيم؟ دي من لندن. بالشكل ده تبقى مهمه. ايوه ايوه انا هحل بقيتها. زي ما يكون رقم 3 5 يساوي 13. لا يساوي 15 يا فندم. 15 طبعا 15. ايوه نقطة نقط نقطة. منقط منقط. لا لا بقعة بقعة يا فندم. 15 بقعة منقطة سرقوا يا عزيزي القبطان. متهيألي تراجع الرسالة تاني. اظن المفروض. اتنين وف، واحدة يب واحدة وف. بيتهيألي كلاب صغيرة. طبعا كلاب صغيرة. زعيم يا زعيم افتكرت، انا من ليلتين سمعت كلب صغير بيهوهو في حلحل. قصدك من قصر عيلة الدرفيل القديم؟ مش معقول يا تب، محدش عايش هناك من سنين. لحظة واحدة، في دخان طالع من المدخنة. يا إلهي حاجة غريبة، حاجة غريبة فعلا. عموما أحسن لنا نتأكد. هبعت رسالة لطوزر عشان يستعد. استعد من فضلك. قصده إيه بالكلام ده؟ مش عارف، يمكن الزعيم اكتشف حاجة. يا ريت يا أخويا. بيقولوا القصر القديم مسكون بالعفاريت، دي إشاعة دايرة في البلد. إشاعة وحواديت يا فندم. نفس الإشاعات يا تبنى، خد بالك كويس، مش هنخلص لو مشينا ورا الإشاعات دي. سيبك من الحاجات دي يا تبنى، للأمام سر، للأمام سر. تمام يا فندم، حالا بسرعة. Thank you.
تمنى احنا 99. 99. امال ايه حكاية المجموعة اللي لابسة اطواء واليوم اسامي؟ دول مش من محل الحيوانات. هم 15. احنا ما عدناهمش. اه ما عندك نيك. خلي بالك من الاثنين دول. انا اثنين راكبين دول حرش وكزبر، دول وحشين قوي. بص يا حرش، شوفني وانا بنشن على مناخير ودوخه. ايه رايك كوت في الحركه دي؟ ايه كاسبر، نوين بق من الزلة اللي جنبك؟ بق صغير. حرش، الاكل اللي هنا ما يشبعكش يا مفجوع، ومش خسب لك غير فتافيت يا بخين يا كرمة. طيب اخويا، خليهولك قريت يشبعك، يا طويل يا اهبل. ايه ده كاسبر، لهفت ال انت انزل تحت يا وزع صغير، خليك تحت. امشي والا هوريك شغلك واطلع عينيك. انا عدت لحد فين؟ لحد 9 و3 و12. ودي 1 و2. دول 15. يبقى هم دول. الحق يا هراش، عندنا ضيف وقفه غريبه. ايه رايك؟ خد السهم ده، وكمان خد الازازه دي، اشربيها. بانجر في ايه؟ ده داني الكبير جايب لنا اخبار، هيقابلنا عند التل بريم روز. دلوقتي هنخرج ازاي؟ من شباك اوضه النوم نايم الزبون وارب. يلا بينا. بانجر، كويس انك جيت. ايه الحكايه؟ ايه الاخبار؟ يا ترى لا اولادنا؟ ايوه، عارفوا مكانهم تقريبا في الشمال في سافولك. الحمد لله. هتسافروا النهارده؟ ايوه طبعا، نسافر حالا. كويس، انا همشي معاكم لحد شارع كامدن وبعد كده هديكم التعليمات. ولما توصلوا وزر مارش اتصلوا بتوزر العجوز، هو هيوصلكم للزعيم اللي هيوديكم لاولادكم في قصر درفيل. درفيل؟ قصر درفيل؟ يا خبر يا بانجر، دي تلات. هي حد تعرفه؟ اسف جدا، مفيش وقت اشرح لك. يا ريت ما نكونش اتاخرنا. عصر سعيد يا بانجر، اذا تهتم اتصلوا بسلسله الهواوه، هيبقوا معاكوا على الخط. Thank you.
في أخبار يا زعيم؟ ولا حاجة، يا إما تاهوا أو اتمسكوا أو حاجة أو محتاجة، ما حدش يعرف إيه اللي حصل. زعيم يا زعيم، في عربية جاية. جرأة يا تم، تتجنن؟ معقول هيجوا سيئين؟ أيوة يا فندم، بس العربية في طريقها الحلحل. ووقفت عند البوابة. عموما يلا يا تم يا فندي، سيبك من ده، الأحسن نروح نشوف إيه. للأمام سر. تمام يا فندم. خلي بالك يا قبطان. حاضر يا زعيم. إجابة خطأ، الرد الصحيح هو لا لا لا. أضعت ستة، الباقي أربعة. أنا ما عنديش وقت المناقشة، الموضوع ده لازم يخلص ليلة. لابد أن تكون الإجابة بنعم أو لا يا سيادتك. أنتوا فاهمين؟ الليلة. بس دول صغيرين أوي، مش هتقدري تعملي غير نص دس بلاطي منهم. بلاطي من فرو الكلاب؟ بلاطي زي بعض، نص دس ما نقدرش نستنى. البوليس بيدور في كل حتة، ولازم نخلص الليلة. وازاي العملية دي هتتم؟ بأي طريقة، سموهم، غرقوهم، اقتموا رقبتهم. عندكم كلوروفورم؟ ولا نقطة. ولا في إيتير. إيتير؟ أنا ما يهمنيش ازاي هتقتلوهم، موتوهم، موتوهم حالا. هرجوك يا أنيسة، خلي عندك شوية رحمة، ممكن نكمل البرنامج الأول. عايزين نشوف برنامج جريمتي. اسمعي مغفل منك ليه؟ أنا هرجع بكرة الصبح تكون الشغلانة خلصت خالص، بدل ما بلغ البوليس. أنتوا فاهمين؟ دي بتتكلم جد يا كاسبر؟ ياه، طيب أول ما ينتهي البرنامج نخلص عليهم. أتشرف بتوقيعك يا سيدي. بقول إيه، عايزين تنفذوا بجلدكم ويهربوا من هنا بسرعة. طب إزاي؟ في غربة في الحيطة هناك جنب الباب، اتلعلعوا، تعالوا ورايا. بس يلا يا أولاد. كاسبر بص، ده متهيد العجوز. ايوه هو بعينه ما يتهيد العجوز. يلا ما تعملوش زعمة، واحد ورا التاني، واحد ورا التاني. والآن إليكم آخر فقرة في برنامج الليلة، حيث نلتقي مع السيد فانس ووتر. الآن يا سيد فانس ووتر، إذا فشل الضيوف في اكتشاف سر جريمتك من خلال 10 أسئلة، سوف تأخذ 2 أسبوع في منزل صيفي جميل بالمجان، هذا طبعا بعد أن تكمل فترة العقوبة. والآن من سيبدأ الأسئلة؟ سيادة المفتش؟ أستاذ فانس ووتر، هل تعتبر جريمتك نوع من أنواع الضرورية؟ بالدور يا أولاد، هل هي سرقة من نوع معين؟ يلا بسرعة يلا. السيد فانس ووتر لص محترف، ولكن هذه الجريمة ليست جريمة سرقة. للأسف الإجابة لا. أضعت سؤال والباقي 9. الآنسة برداويل، إذا ما كانتش دي جريمة سرقة، يعني ما فيش جريمة سرقة، نقدر نفهم يعني إن أنت استخدمت العنف يعني؟ بسرعة بسرعة يا آنسة، ليس هناك متسع من الوقت. طبعا أنا أسفة جدا، أنت دريت حقا. لا يا آنسة، آسف، الإجابة لا، فقدتم 2 والباقي 8. سيد سنباتيك، إذا كانت جريمتك لا تعتبر سرقة ولا قتل، إذن هل يمكن اعتبارها خروج على قوانين المجتمع بشكل ما؟ لا، الإجابة لا. ابعد عن الشاشة مفوز أنت. الباقي 7. سيادة المفتش، إنه لشيء معير، أعتقد أن هذه الجريمة. آسف جدا، انتهى وقت البرنامج. الجدع ده كل مرة يعلقنا ويسيبنا. سيد فانس ووتر، هل يمكن أن تشرفنا الأسبوع القادم حتى نتمكن من تكملة هذه اللعبة؟ سيداتي ساداتي، عمتم مساء، نلتقي بكم في الأسبوع القادم في برنامج جريمتي إيه. يلا هرشنهم بالواجب اللي علينا. خدشتش دماغهم وانت تسلق جلدهم. لا بقى يا كاسبر، أنا اللي حدشتش وانت اللي هتسلق. قراش بص، دول اختفوا، هربوا كلهم، دول خرجوا من الفتحة الصغيرة ده. ايه، ولع نور البطارية ويلا نلحقهم بسرعة. هل
لك طلعينها السلم. اصغر يا بوبي. اطلع يا بوبي اصغر وبان. ما تدوخوش عمكو كزبر. انا مش هأذيكوا. احنا بالكتير خالص هنموتكوا. شيخ راس روح دور هناك وانا هدور عليهم في الاوضتين التانيين. ايه يا كلاب يلا يا حبايب اطلعوا من مخباكوا. هرشع دي نفس القطة اياها دي باين عليها الرئيسها. اقطع عليهم الطريق. ما تصحى يا غبي. تعالوا هنا. هم وصلوا. حصينا اسود بعد كل اللي عملنا معاهم وبعد ما خدنا بالنا منهم هيجيبوا لنا مصيبه. ادي اخرتها. مفيش عدل يا كاسبر. اهم يا هراش رايحين هناك. يا رخيم انا بقول يا رخيم. اسف يا فندم مفيش وقت اشرح لك. مشغول يا فندم. اقفل الباب يا هراش. اقطع عليهم السكه وحلق من الناحيه دي عشان نمسكهم. بانجر بانجر خايفه لن كنت هنا. المكان مش بعيد. مش معقول ده بانجر ومراته. ده الزعيم. تعال من هنا. زعيم هو انت الزعيم؟ مين بانجر؟ اهلا. ولادنا كلابنا هما كويسين. مفيش وقت للشرح للاسف. وقعوا في مشكله مشكله كبيره. يلا بينا. تعالوا ورايا. قفشناهم يا هراش مش هيقدروا يهربوا. ايه اللي بيحصل ده؟ جوز وحوش من القطين؟ بسرعه يا هراش اديهم ما تريحهمش. انا وراك اهو. يا غبي يا غبي. ايه كاسبر يلا بينا نهجم مع الوحوش المنقطه دي. كاسبر سيبوني سيبوني. ده موضوع هايل. خلص عليك يا متوحش. هدغدغك وقطع رقبتك. العوم يا تبني تقدم. يلا ساعدهم. لا لا انسحب يا زعيم انسحب. انسحب طبعا لازم انسحب. انسحاب لخلف سرب. خرجني من هنا. لا لا بلاش الاسك بينسع. هراش يلا بينا يلا بينا. ما سلختش جلدكم انتوا الاثنين حتى لو كنت ميت. يا حبايبي حبايبي ازاي لقيتوني يا بابا؟ لكيك باتش بابر. ولا المتشرد جبتوا لي حاجه اكلها؟ كلكم هنا؟ ال 15 كلهم؟ اكتر بكتير يا بابا. احنا 99. ايه؟ 99؟ ودول كلهم جم منين؟ الست دي عايزه العدد ده كله ليه؟ هتعمل من جلدنا بلاطي فارو. مش ممكن. مظبوط بلاطي من جلد الكلاب. بلاطي من جلد الكلاب؟ معقوله؟ معقوله يا تيب؟ ده حقيقي يا فندم. هراش وكزبر كانوا هيموتونا ويسلخوا جلدنا. شيطانه
متوحشة، هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نرجع لندن بأي طريقة. طب وبقية الكلاب هنسيبهم لمين؟ بهيرة، هناخدهم معانا البيت كلهم، واصحابنا عمرهم ما هيطلبوهم. يا زعيم في انوار على الطريق، دي عربية جاية هنا. دول هما هرش وكسبر ماشيين ورانا بعربيتهم. كويس قدرنا نعرف عددهم يا تبني، لما ادي الإشارة يبدأ الهجوم. أنا خايف يا زعيم لا تحصل كارثة ويفشل الهجوم. تفتكر كده؟ مظبوط يا زعيم، أحسن لنا نجري. نجري من الطريق الخلفي ونعدي الحقل. شكرا يا رقيب زعيم قطان. ربنا يحميكم. إزاي نقدر على رد جميلكم؟ جمايل جمايلي، ده واجب علينا. فعلا يا فندم ده واجب. يلا بسرعة دول جايين. يلا بسرعة يا ولاد. حظ سعيد. ايوه حظ سعيد، وما تخافوش احنا هنعطلهم مهما كانت النتيجه. ايه ده بقى؟ اوعى من سكتي، ابعد احسن اطير دماغك من فوق رقبتك. دول مش هنا يا كاسبر. تلاقيهم مستخبيين في القش هنا، اديني كبريت اولع فيهم. جاهز يا قبطان؟ جاهز. اضرب واحد، اضرب اتنين، اهم ولاد العفريتة هناك هم. يلا يا هراش اركب العربية، لازم نحصلهم. تلاقيهم استخبوا هنا في اي مكان. كاسبر بقول لك ايه؟ حراش ما تقولش. طب هنعمل ايه لو مشوا على الجليد وما سابوش علامات رجليهم؟ حراش يا غبي، الكلاب مش بالذكاء ده. السكه امان يا بهيره، السكه امان. اديناهم مقلب. مش كده يا بابا؟ دل حتى ما شفناش يا بس. بلاش راغي. انا رجلي بتتزحلق. يا سلام لما نمشي على التلج. لا كده هنسيب ورانا اثر. مفيش أثر لرجل واحد منهم، قلبنا عليهم الدنيا ودورنا في كل الشوارع. خلاص زهقنا ومش هنكمل. لا لا هتكملوا، ولازم نلاقيهم إن شاء الله، ندور عليهم للسنة الجاية. يلا امشوا وخلي بالك من السكة وانت بالسوق. عايزين البوليس يمسكنا يا متخلفين؟ ثلاثة وتسعين، أربعة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين، سبعة وتسعين، ثمانية وتسعين. لكيك تعال يا حبيبي، مش ممكن نتراجع. أنا جاهز وتعبان وديلي سقعات ومناخيري تلجة وجداني جمدة وصوابع رجليا في الشمع. بانجر بانجر بانجر، احنا خلاص كنا هنفقد الامل. تعالوا عندنا مكان في مزرعة الالبان على الناحية التانية. احمدك يا رب. بهيرة بهيرة، من هنا يا بهيرة، في مزرعة البان على الناحية التانية. يلا يا ولاد. مش بعيدة، تعالوا من هنا، امشوا ورا كولي.
مليكة، عمرك شفتي كلاب صغيرة كتير كده؟ دول حلوين خالص، حلوين قوي حبايبي الصغيرين، تعبانين خالص بينهم اتجمدوا يا حرام. كلهم هنا يا بانجر؟ أيوة حبيبتي، كل 99. دي عائلة بانجر، احنا كنا قلقانين عليكم. كنا بنحاول نوصل لكم، خفنا تكونوا اتمسكتوا. ازاي قدرتوا تمشي كل المسافة دي وفي جو وحش زي ده ومعاكوا كل الصغيرين دول؟ انا جعان يا ماما، انا جعان. ماما انا كمان جعان. ماما احنا جعانين يا ماما، كلنا جعانين. انا اسفة يا ولاد. بيحبوا اللبن الدافي ده صابح. اوه فين يا ماما؟ فين؟ فين اللبن؟ تعالوا شربوا على حساب المحل. من هنا يا ولاد، لفوا من هنا، ما تعملوش زحمة. يلا بالدور يا حبايبي. قولا استنى دورك. ما تستعجلوش يا ولاد، اللبن كتير يكفي كل حبايبي. بانجر، جبت لك بواقي أكل ليك وللمدام. آه شكرا. حاجة على ما أقصد، تسندكوا لحد ما توصلوا دينسفورد. دينسفورد؟ أيوة، عند الكلب لابرادور اللي صاحبه بقى. أنا آسف جدا. كله تمام، كله تمام. دلوقتي استريح وما تقلقوش، أنا هقوم بالحراسة. أنا مش عارفة كان هيحصل لنا. أوه إحنا يشرفنا مساعدتكم، وياريت نقدر نقدم أكتر. مين ده اللي يقدر يفكر يأذي الصغيرين الحلوين دول؟ عش دوكا، دول يجننوا، ياريت يقعدوا معانا على طول. عش سكوتو، ادوا المساكين فرصة عشان يناموا، دول تعبانين قوي ولسه قدامهم مشوار طويل يمشوا. شايفاه ده هنا حلو، هم فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على رويلا. كاسبر هرش اثارهم اهي رايحه ناحيه القريه. يا ولاد الايه، فعلا هم امشوا من الطرق الجانبيه، انا همشي في الطريق الرئيسي. أنا لقيت توصيلة علشانك. توصيلة البيت؟ بهيرة سمعت الكلام ده؟ لينا كلنا؟ قصدك يعني مش هنمشي تاني؟ لو انتهزنا الفرصة هيحصل، يلا بسرعة. لقينا توصيلة للبيت، يلا يا ولاد. شايف العربية النقل اللي واقفة دي؟ دي رايحة لندن أول ما يصلحوا مطورها، وفيها أماكن كتير وتكفي. بانجر دي رويلا. أيوة، وكزبر وهراش. يوه، أمال هنوصل للعربية إزاي؟ مش عارف يا بهيرة، بس لازم نوصلها بأي طريقة. ماما، بابا، باتش زقني في الدفاية. لوكيك زقني الأول. ما زقتكش. زقتني. ما زقتكش. زقتني. ما زقتكش. لا يا ولاد بلاش خناق. بس بهيرة أنا جات لي فكرة،
ايه؟ بصي بقيت لابرادور، يلا ندهن نفسنا ونبقى كلاب سود. فعلا دي فكرة هايلة. بسرعة يا ولاد اتمرعوا في الهباب. قصدك يعني ان احنا نوسخ نفسنا؟ سامع يا ركيش، بابا عايزنا نوسخ نفسنا. ماما نعمل كده؟ اعملوا زي ابوكم قال، دي حاجة ظريفة جدا. انا طول عمري احب هبلج نفسي. ده المطلوب، كل ما تسودوا يبقى احسن. انا جاهز. وانا كمان. ايه رأيك؟ استنوا لحظة، كفاية كده، مش كلكم في نفس الوقت. قولا استنى، انت وسخت نصك بس. ودلوقتي خليكم معايا يا ولاد. اما نضحك ضحكة الست الشريرة. بانجر انا خايفة جدا. بص يا كاسبر، تفتكر انهم يكونوا غيروا شكلهم؟ اه قلت ايه هالرش؟ عملوا في نفسهم ايه يا حبيبي؟ في كلاب تدهن نفسها اسود؟ يا غبي. لحد دلوقتي احنا كويسين. بهيرة خلص مكياجك، انا هطلع مع تاني دفعة. بعدين علي بقى امال يا انسة، احنا عمنا خلاص تلي. احنا بندور في الشوارع طول الليل والنهار على لحم بطننا. هم مستخبين هنا في القرية دي ولازم نلاقيهم. يلا اتحركوا. تفتكر انهم شافونا؟ لا بس الوقت بيسرقنا. جرب تاني. بسرعة يا بهيرة، العربية خلاص هتتحرك. يلا بسرعة. هجيب الباقي. حلو، شوية تصليح دول ممكن يوصلوك لندن. الأحسن تطلع العربية. كاسبر يلا يا راش. بسرعة يا ولاد. يلا يا ولاد امشوا طوالي. دي شايفانا يا بابا. خليكوا ماشيين محدش يبصلها. لا مش معقول، ده شيء مستحيل. ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه ده؟ شوية ستات صحيح؟ ايه
هناك. ايه يعني مش هنقدر نوقفهم؟ هنحطهم فيهم ووقعهم في الحفرة. بهيرة خلي بالك. يا مغفلين يا متخلفين. اخراسي بقى. خطب فيها ساعتها راح تفهم الفلان ولا ضرير ولا موت. راجي اول اغنية ليك عملت لنا النجاح ده كله وجابت لنا فلوس ما كناش نحلم بيها. ايوه انا عارف، بس اللي مش قادر افهمه بنجر وبهيرة هربوا ليه؟ كل سنة وانتوا طيبين حلاوة العيد. ما عندي الحاجة الحلوة اللي بحلم بيها، هم حبايبي الصغيرين. ساعات بالليل بسمعهم بيهوهو، اصحى لاني بحلم. دول كلاب سود. لا دول مدهونين هباب. بص ده لكيك. بنجر اخيرا رجعت. يا بنجر. ده بنجر. بهيرة يا حبيبتي وباتش وأولا وباني وراكيش. الغاليين كلهم هنا. دي معجزة راجي، دي احسن هدية. طيب وبصوا ده لسه في كتير قوي. بص يا أنيسة الكلاب في كل مكان. دول يجوا أكتر من 100. واحد اتنين تلاتة أربعة سبعة اتنين تلاتة أربعة ستة وتلاتة تسعة واتنين حداشر. عندي 36 هنا. 36 وحداشر 47 14 18 يبقوا 65 10 11 12 13. استنى ستة كمان. طيب استنوا 84 وعليهم 15 زائد 2 يبقوا 101. 101؟ جم منين كل دول؟ ياه يا بنجر ده انت حكاية. هنعمل ايه بيهم؟ هنخليهم في البيت الصغير ده. هنشتري بيت كبير في الريف وهيبقى عندنا مزرعة للكلاب المنقطة. طبعا هتستلهم منهم افكارك. هتبقى حاجة شعرية. هيبقى عندنا مزرعة، مزرعة كلاب منقطة. خلاص بقالنا مؤسسة للكلاب الحارسة. أنا جعان يا ماما. شركة زقططة كلابها منقطة سعيدة مزقططة ياهو. Thank you.